السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بدرس الألف اللينة، إذا الصفحة 106 من مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا أنشطة اليوم خاصة باستثمار الدرس، إذا درس الإملاء الألف اللينة. إذا نبدأ بالسؤال الأول، أكتب ثلاث كلمات تتضمن ألفا لينة. إذا سأقترح عليكم الفعل دعا، إذا الحرف إلى، والاسم ضحى. إذا فالألف اللينة تكتب في الأفعال، إذا تكتب في الأفعال، والحروف والأسماء، وتكون إما ألف ممدودة أو ألف مقصورة. نمر الآن إلى السؤال الثاني، أضع علامة في في الخانة المقابلة للجواب الصحيح. حلا، كلمة تتضمن ألفا لينة، كلمة لا تتضمن ألفا لينة. إذن حلا تتضمن ألفا لينة. زكرياء، إذا كلمة لا تتضمن ألفا لينة. بلا، نعم. كتبوا لا. هدايا، إذا نعم تتضمن ألفا لينة. أستخرج سؤال موالي، أستخرج الألف اللينة من الجملتين الآتيتين وأملأ الجدول بالمطلوب. تسعى، إذا الكلمة الأولى تسعى، إذا في الجملة الأولى تسعى المدن الذكية بشتى الوسائل إلى تطوير الخدمات الاجتماعية، إذا بشتى. إذا فأصل ألفها، إذا نقول سعي، إذا المصدر سعي، إذا أصلها ياء، إذا رسمها مقصورة على هذا الشكل. بالنسبة لشتى، إذا شتى حرف، إذا سنكتب حرف، إذا أصل ألفها، إذا الأصل يعني نبحث عن الأصل في الفعل الثلاثي، إذا بينما يعني الحروف لا نبحث عن الأصل، إذا رسمها إذا مقصورة. ألقى حارس المرمى الكرة عاليا، إذا الفعل ألقى، إذا فعل رباعي، إذا أصله فعل، إذا نوعه فعل، إذا أصل ألفه. إذا بالنسبة للفعل الرباعي دائما يكتب ب بألف، يعني يكون أصل الألف يكون ياء، إذا بدون يعني البحث عن الأصل، إذا رسمها هنا جاءت مقصورة. إذا المرمى نقول المرميان، إذا هو اسم وأصل ألفها ياء، إذا وتكتب مقصورة. نمر الآن إلى السؤال الرابع، أضع مكان النقط ألفا مناسبة وأعلل جوابي. إذا دنيا، إذا تنتهي بألف ممدودة. استدعى بألف مقصورة. إذا كلا حرف بألف ممدودة. كلا. عصا، نقول في المثنى عصوان، إذا فهي تنتهي بألف ممدودة. على، إذا في المضارع يعلو، إذا تنقلب الألف واوا، إذا تنتهي بألف ممدودة. موسيقى، إذا موسيقي، إذا فأصلها ياء. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال الخامس، أقترح على زميلتي أو زميلي فعلا ناقصا ينتهي بألف وأطلب منه أو منها إسناده إلى الضمائر الآتية. إذا فعل ينتهي بألف، مثلا استدعى، أنا مثلا استدعيت هي استدعت استدعت نحن استدعينا نحن استدعينا هم استدعوا. نمر الآن إلى السؤال السادس، أركب جملتين
تتضمنان الحروف الآتية: لا، على، إلى. إذن سأقترح عليكم الجمل الآتية. إذن يمكنكم أن تختاروا جملتين. إذن بالنسبة للجملة الأولى، فهي تتضمن لا وعلى، الحرف لا والحرف على. لا تتسرع في الحكم على الأشخاص. لا تتسرع في الحكم على الأشخاص. إذن جملة أخرى تتضمن فقط على: ضع حاسوبك على المكتب. الجملة الموالية تتضمن الحرف إلى: توجه مباشرة إلى البوابة. توجه مباشرة إلى البوابة. إذا يمكنكم اختيار الجملة الأولى والثالثة. إذا الجملة الأولى والثالثة لأنها متضمنة للحروف لا وعلى وإلى. لا، على، وإلى. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال السابع. أركب جملتين تتضمنان كلمات اسما أو فعلا أو حرفا تحتوي على ألف لينة. إذا سأقترح عليكم جملتين التاليتين: تسعى علا للفوز بالجائزة الأولى. تسعى علا للفوز بالجائزة الأولى. يطمح يحيى لأن يصبح حارس مرمى مشهور. يطمح يحيى لأن يصبح حارس مرمى مشهور. السؤال الثامن والأخير: أركب جملتين في المثنى تتضمنان اسم الفاعل أو اسم المفعول وكلمات بها ألف أو ألف لينة. إذن وكلمات بها ألف لينة. إذن أقترح عليكم الجمل الآتية. إذن أقترح عليكم إذن جملة في المفرد ونحولها إلى المثنى. إذن لاحظوا معي الجملة الأولى: هدى حاصلة. حاصلة اسم فاعل على وزن فاعل. حصل، حصل على وزن فاعل حاصل. إذا فعل ثلاثي على وزن فاعل حاصل. إذا حاصلة على المرتبة الأولى. إذا لاحظوا معي الأولى تنتهي بألف مقصورة في مسابقة العلوم، وكذلك الاسم هدى. الآن نحولها إلى المثنى: هدى وسلوى. إذا اسمين ينتهيان بألف لينة حاصلتان على المرتبة الأولى في مسابقة العلوم. نمر الآن إلى الجملة الثانية: دعا الفتى صديقه إلى الاجتهاد والمثابرة. المثابرة إذا اسم مفعول من ثابر يثابر مثابر مثابرة مثابرة. إذا المثابرة. إذا دعا فعل ينتهي بألف لينة الفتيان صديقهما إلى الاجتهاد والمثابرة. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد.